بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الصف الأول الثانوي، في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء، لسه مكملين معاكم في الباب الرابع اللي بيكلمنا على تصنيف الكائنات الحية. إن شاء الله النهاردة في درسنا يا أولاد هناخد مملكتين. احنا المرة اللي فاتت خدنا مملكتين، خدنا مملكة البدائيات ومملكة الطلائعيات. النهاردة إن شاء الله نتكلم على مملكة الفطريات ومملكة النبات. فإن شاء الله في نهاية الفصل ده هو المفروض نشرح الخصائص اللي هتميز مملكة الفطريات وإيه مملكة النبات. هنذكر أمثلة الكائنات الحية موجودة حوالينا في مملكة الفطريات ومملكة النبات. نقدر نصنف الكائنات الحية في دول التصنيف الحديث، يعني لما يجيبني مثال على كائن حي موجود في مملكة الفطريات أو النبات أقدر أصنفه. هنقدر جهود العلماء في تصنيف الكائنات الحية، وهنقدر عظمة الخالق عز وجل في خلق الكائنات والتنوع الفظيع اللي هنشوفه طول ما احنا عمالين ندرس في الكائنات الحية. ولاد سبحان الله نلاقي فيه ايه، في تنوع كبير اوي في الكائنات الحية. احنا ان شاء الله عناصر الدرس عندنا النهاردة هنتكلم على مملكة الفطريات، هنتكلم على مملكة النبات. جوه مملكة النبات يا ولاد بنقسمهم لثلاث اجزاء اساسية، في طحالب راقية، في نباتات لا وعائية، وفي نباتات وعائية. أول حاجة نتكلم عليها يا ولاد وهي مملكة الفطريات. في شوية حاجات كده اهوت عشان نعرف ايه اللي بيميز مملكة الفطريات. أول حاجة في بعضها وحيد الخلية ومعظمها عديد الخلية عكس الطلائعيات. عايزين نبدأ كده من الأول، فاكرين بدايات كان كلها وحيدة الخلية، دخلنا على الطلائعيات كان معظمها وحيد الخلية وفي قليل منها عديد الخلية. لا هنا بقى العكس، بعضها وحيد الخلية يعني عدد قليل لوحيد الخلية، والغالبية العظمى عديد الخلايا. طيب لما بيبقى عديد الخلايا بتكون حاجة عبارة عن خيوط، الخيوط دي اسمها الهيفات، بتتجمع مع بعض وبتعمل لي غزل فطري. يعني أنا دلوقتي عندي مجموعة خيوط، الخيط اسمه هيفا، لما جمع كذا خيط يا أولاد مع بعض كده هوت يبقى في الحالة ديت اسمه ايه؟ اسمه الغزل الفطري. طيب النواة المرة دي عندنا حقيقية برضو زي الطلاعيات. مين الوحيدة اللي كانت عندها النواة أولية؟ كان مملكة البدائيات. هنا النواة حقيقية، يعني ايه نواة حقيقية؟ يعني النواة ذات غشاء نووي، يعني عندها نواة بغشاء نووي، يبقى دي ساعتها نقول عليها النواة ايه؟ النواة حقيقية. طيب المملكة دي بتتميز ان هي ما بتتحركش. فاكرين في الطلاعيات كنا اكتر من شعبة فيهم كانوا بيتحركوا وكان عندهم وسيلة حركة، كنا الاصوات والاهداب والاقدام الكاذبة. لا هنا هو ما بيتحركوش خالص. طب الجدار الخلوي بتاعها يا اولاد بيدخل عندها جدار خلوي، الجدار الخلوي بيدخل فيه تركيبه الكايتين. في كتب بيقولوا ان هو الكايتين ده في كتاب المدرسة، او بيقولوا او ايه او الجنين. التغذية بتاعتها غير ذاتية التغذية، يعني غير ذاتية التغذية يعني لا تستطيع صنع غذائها بنفسها، معندهاش بلاستيدات خضراء يا ولاد، متقدرش تعمل، مفيش أي نوع فيهم ذات التغذية. احنا كنا في مملكة البدائيات كان في بعضهم ذات التغذية، لا هنا مفيش. برضو الطلائعيات كان في بعضهم عنده بلاستيدات خضراء فبالتالي ذات التغذية. هنا هنلاقي ان هما غير ذاتيين التغذية، فبنلاقي ان في بعضهم متطفل وبعضهم بيبقى مترمم. متطفل بيسبب أمراض، ومترمم بيتغذى على الحاجات غير الحية، الحاجات الميتة. التكاثر هنلاقيه يا إما يكون جنسي، بالإضافة كمان إن هي تتكاثر لا جنسيا عن طريق الجراثيم، يعني كلهم هنلاقي عندهم جراثيم يقدروا يتكاثروا لا جنسيا، وبرضه في نفس الوقت يقدروا يتكاثروا إيه جنسيا. نكمل. يبقى احنا كده عرفنا الخصائص بتاعة الفطريات. تاني يا اما تكون وحيدة الخلية، يا اما معظمها عديد الخلايا. جسمه في الحالة دي عديد الخلايا ده بيبقى عبارة عن خيوط، الخيوط دي هي اسمها هيفات، والهيفات دي لما تتجمع مع بعض تعمل حاجة اسمه الغزل الفطري. عندها نواة حقيقية، الحركة هي ما بتتحركش، الجدار الخلوي بيدخل في تركيبه مادة الكايتين، التغذية بتبقى غير ذاتية، يا إما متطفلة، متطفل ده اللي بيجيب أمراض، يا إما مترمم بيعيش على حاجات غير حية. التكاثر معظمها بيتكاثر جنسيا،
بالإضافة كمان إن هي بتتكاثر لا جنسيا عن طريق إن هي بتنتج الإيه الجراثيم. مملكة الفطريات عندنا أولادها نقسمها لثلاث شعب: شعبة الفطريات التزاوجية، شعبة الفطريات الزقية، شعبة الفطريات البازيدية. يبقى أنا عندي كام شعبة هندرسهم؟ هما المفروض خمسة بس احنا هناخد منهم ثلاثة، يعني المقرر علينا ثلاثة: التزاوجية والزقية والإيه والبازيدية. أول حاجة التزاوجية. التزاوجية يا أولاد زي مين عندنا؟ زي عفان الخبز. احنا عارفين لما بنسيب العيش كده فترة وننساه يا أولاد، فجأة نلاقي إن العيش اتكون عليه طبقة كده من الخيوط لونها أسود، هو دوت إيه؟ عفن الإيه؟ عفن الخبز. زي ما انتوا شايفين كده اهوت شكله، لو كبرناه بيبقى خيوط اهوت، وفي عنده ايه حوافظ جرثومية فيها الجراثيم. تاني شعبة عندي شعبة الفطريات الزقية، دي يا اما تكون واحدة الخلايا زي الخميرة، عارفين الخميرة اللي بيستخدم في صناعة الخبز وكده، يتبع الفطريات الزقية، يا اما البنسيليوم وده فطرة عديد الخلايا. بيتكون فين بقى نقدر نشوفه؟ لو انا عندي برتقانة وسبت البرتقانة لحد ما بدأت تعفن كده، عملت عفن اخضر كده زي اللي احنا شايفينه في الصوره ده، هو دوت دوت يا اولاد اللي هو الايه ده البنسلين. عندنا البازيديه اللي هي زي مين يا اولاد؟ زي فطر عيش الغراب او اللي احنا بنقول عليه المشروم. عايزين نمسك كده التلاتة ونبتدي نعمل زي مقارنة ما بينهم ونشوف ايه الفروق، احنا صنفناهم بناء عليه. اول حاجة الخيوط، هنا عندها خيط زي ما انتم شايفين، ولكن الخيط عندها ما فيهوش اي تقسيمات، يعني الخيط كله جزء على بعضه، مفيش حواجز كده مقسمه الخيط. لكن لو بصينا على الفطريات الزقيه، لا لو ركزنا في الصوره اللي هنا اهوت كده، الخيط متقسم يا ولاد اجزاء، عشان اوريه لكم. شايفين في حتت كده في الخيط، الخيط متقسم الى مجموعه من الاجزاء، يعني الخيط مش كله على بعضه زي هنا، لا دوت ايه مقسم بحواجز عرضيه. طيب هنا الخيوط برضو مقسمة، هو لما مكبرة شايفين أجزاء أجزاء أجزاء، فالخيوط إيه مقسمة. طيب نيجي نشوف الجراثيم بقى والفرق في الجراثيم، كل واحدة الجراثيم موجودة في مكان غير التاني. أول حاجة هنا الجراثيم هتبقى موجودة، الجراثيم دي خلايا صغيرة يا ولاد تقدر تنتشر في الهواء، احنا مش شايفينها، أول ما تلاقي قطعة خبز تقدر تنزل عليها، بالنسبة لعفن الخبز يعني تنمو وتكون لي عفن خبز جديد. فموجودة في ايه؟ موجودة عندنا هنا في اكياس كده اسمها حوافظ جرثومية، عاملة زي الكورة كده الدايرة اللي فوق دي، ديت اللي بيبقى موجود فيها الجراثيم يا ولاد، اسمها ايه؟ اسمها حوافظ جرثومية. طيب هنا هو موجودة داخل اكياس بقى، مش زي حوافظ، اكياس صغننة خالص، يعني انتوا شايفين الحتت اللي هي الزرقاء الاخيرة دي، ديت يا ولاد الحوافظ، مش كبيرة زي هنا، مش حافظة كبيرة كده، لا دي اكياس صغننة. هنا دي موجودة داخل أكياس جرثومية، هنا موجودة داخل حوافظ جرثومية، هنا موجودة داخل تركيب صولجاني عامل زي القبعة، شايفين الحتة اللي فوق اللي عاملة زي القبعة دي، دي جواها من جواها فيه الإيه، هنلاقي جواها الجراثيم. يبقى هنا الجراثيم في حوافظ، هنا الجراثيم في أكياس، أكياس صغننة كده في آخر من فوق كده، هنا الجراثيم موجودة داخل الشكل الصولجاني ده هو اللي هو شكل القبعة ده، من جواه فيه الجراثيم. طيب هنا ايه المثال اللي عندنا؟ عفن الخبز اللي بيعمل العفن الأسود اللي بيبقى على الخبز. طيب بالرغم ان هو اللي بيعمل العفن الأسود يا ولاد، ولكن استفادوا منه العلماء، بيقدروا يستخرجوا منه انزيم، الانزيم ده هو بيستخدم في صناعة الجبنة. انا حتى في جبنة اسمها ريكفورت جبنة معفنة بتعتمد فكرة عملها على الفطريات. طيب عندنا تاني نوع من أنواع الفطريات أو تاني شعبة اللي هي الزقية، عندنا الأمثلة عليها، في منها نوع وحيد الخلية اللي هو الخميرة اللي هو عندنا في الصورة هنا اهو، اللي هو حتى لو تتذكروا كان بيتكاثر بالتبرعم، يعني ده مش بيعمل جراثيم بقى، العديدة هي اللي بتعمل جراثيم. وعندنا البنسيليا، البنسلين دوت يا ولاد دوت الفطر اللي اكتشفوا منه اول مضاد حيوي اللي هو البنسلين. كان في عالم اسمه فيلمنج كان عمال بيشتغل تجارب على بكتيريا تسبب مرض للانسان بتعمل له دمامل كده، فكان حاطط طبق البتري اللي فيه البكتيريا دي وسابه فتره كده جنب فطر البنسلين،
ما بعد ما رجع لقى الفطر، لقى البكتيريا ماتت. قعد يدور، اكتشف ان الفطر ده فيه مادة طلعها موتت البكتيريا اللي هي المادة دي. يا اولاد قدروا يصنعوا منها اول مضاد حيوي، ويسموه البنسلين على اسم ايه؟ على اسم الفطر اللي هو البنسلين. قلنا اقدر اشوف الفطر ده فين؟ في لما اسيب برتقانة كده فترة تبتدي تعفن، العفن اللي عليها دوت هو ده فطر البنسلين. طيب عندنا بقى الفطريات البازيدية، زي فطر عيش الغراب. فطر عيش الغراب بعض الأنواع منه يا أولاد تعتبر كغذاء للإنسان، بس ناخد بالنا مش كل الأنواع ينفع ناكلها، في بعض الأنواع سامة، فما ينفعش مثلا أنا لما أكون أعدي في مكان وألاقي مثلا فطر موجود في الأرض ولا حاجة أسحبه وأبتدي أكله. ليه؟ لأن هو ده، هو ده عفن، ده قصدي فيه سام، فما اقدرش ان انا اروح ايه، اروح واكله كده وخلاص. الثلاثه اللي عندي دول كلهم من النوع المترمم، يعني ان هم بيلاقوا حاجه ما بقتش حيه وابتدوا يتغذوا عليها، يبتدوا يحللوها ويتغذوا عليها. يعني ده بيمسك العيش يحلله ويتغذى عليه، ده مثلا لو عندي برتقانه ابتدي يحللها ويتغذى عليها. هنا هو ده، هو عندي برضو لو لقى بواقي نباتات في التربه ياخدها يبتدي يتغذى عليها ويتكون ايه، يتكون فطر عيش الغراب. فطر عيش الغراب بيحتوي على بروتين عالي قوي، فعشان كده هو كغذاء كويس للانسان. تمام. يبقى تاني المقارنه ما بينهم، هنا الخيوط يا اولاد كانت غير مقسمه، هنا الخيوط مقسمه، هنا الخيوط مقسمه، هنا الجراثيم موجوده في حوافظ جرثوميه، هنا الجراثيم موجوده في اكياس، هنا الجراثيم موجوده في تركيب صولجاني اللي هو القبعه. هنا عندنا المثال عفن الخبز، والفايدة بتاعته ان بنطلع منه انزيم بنستخدم في صناعة الجبنة. هنا عندنا في وحيد زي فطر الخميرة اللي بيستخدم في صناعة المخبوزات وصناعة الكحوليات، وفي فطر البنسلين اللي هو عديد اللي بيطلعوا منه اول مضاد حيوي اللي هو البنسلين. عندنا الفطريات البازيدية يا ولاد، بنلاقي ان زي فطر عيش الغراب او اللي هو بنقول عليه المشروم اللي بيستخدم كغذاء للانسان. احنا كده خلصنا مملكة الفطريات. حد حابب يسأل فيها اي حاجة قبل ما نبدأ مملكة النبات؟ طيب نبدأ نكمل بقى كلامنا عن مملكة الايه، مملكة النبات. مملكة النبات يا ولاد النواة برضو حقيقية، لكن لما خدنا تركيب الخلية النباتية، الخلية النباتية هي نفس تركيب، يعني التركيب بتاع الخلية النباتية كل الكائنات اللي موجودة في مملكة النبات الخلية بتاعتها هي الخلية النباتية، هي عندها نواة حقيقية وعندها فجوة عصارية كبيرة، عندها جدار خلوي. بس المرة دي بقى الجدار الخلوي ايه المادة اللي موجودة فيه يا ولاد؟ فاكرين اللي احنا درسناها مادة الايه، مادة السليلوز. يبقى احنا عندنا الجدار الخلوي اللي موجود في الخلية النباتية، المادة اللي موجودة فيه المرة دي ايه؟ مادة الايه، السليلوز. احنا ساعة الفطريات قلنا في مادة الايه، الكايتين. البدائيات كنا قلنا لا يحتوي على ولا سليلوز ولا بيكتين ولا حاجة. طيب التغذية هنا كلهم بقى هنا المرة دي ذاتيين التغذية. ليه؟ علشان هم عندهم بلاستيدات خضراء فيها صبغ الكلوروفيل وبيقدروا يعملوا بناء ضوئي. فكل مملكة النبات يا ولاد بنلاقي ان هم بيتميزوا ان هم ذاتيين التغذية. يعني ايه ذاتيين التغذية؟ يعني يقدروا يصنعوا غذائهم بنفسهم. التكاثر عندهم معظمهم بيتكاثروا جنسيا، ولكن برضو هنلاقي نسب بسيطة بتتكاثر لا جنسيا، بس الغالبية العظمى عندنا هنا في مملكة النبات بيتكاثروا جنسيا. يبقى احنا عندنا مملكة النبات النواة حقيقية، الجدار الخلوي المرة دي فيه مادة السليلوز، التغذية عندهم هناك في الفطريات كانوا غير ذاتيين التغذية، لا هنا التغذية ذاتيين التغذية. ليه يا ترى؟ علشان هم عندهم بلاستيدات خضراء، والبلاستيدات الخضراء ما دام موجودة عندهم بيقدروا يصنعوا غذائهم بإيه، بنفسهم عن طريق عملية البناء الضوئي. التكاثر عندهم معظمهم بيتكاثروا إيه يا ولاد؟ جنسيا. طيب مملكة النبات عندنا يا ولاد فيها 5 شعب. أول 3 شعب عندي كلهم طحالب، في عندنا طحالب حمراء، في عندنا طحالب بنية، في عندنا طحالب خضراء. بس نرجع كده بالذاكرة، احنا خدنا أنواع طحالب في ممالك تانية،
لو تتذكروا احنا خدنا في مملكة الطلائعيات الطحالب الذهبية، وخدنا كمان الطحالب النارية. احنا في، طب الله ليه احنا ما حطيناش الطحالب؟ مادام طحالب بقى وبيعملوا بناء ضوئي، ليه ما حطيناهمش في مملكة النبات؟ علشان يا ولاد تركيب الخلية بتاعهم، تركيب الخلية بتاعهم بيختلف عن التركيب الخلية بتاع الخلية النباتية. فاحنا وتقل لما وزع بناء على تركيب الخلية. كمان مثلا عندنا الطحالب مثلا النارية كان عندها صوت وكانت بتستطيع ان هي تتحرك. احنا عندنا هنا لا، الطحالب مش هنلاقيها ان هي بتتحرك زي الطحالب اللي هناك. المملكة النباتية تتميز ان هي ما بتتحركش، وبرضه مملكة الفطريات ما بتتحركش. فبصوا اختلاف التركيب الخلوي هو بناء عليه، يعني لو في اختلاف بسيط عندي وتكر بيخليها، خلى مملكة تفرق عن مملكة تاني خالص. فاحنا اول 3 شعب عندنا طحالب حمراء اللي زي البوليسيفونيا، بنية زي الفيوكس، خضراء زي السبايروكايرا والكلاميديموناس. بعد كده هو عندنا شعب الحزازيات. الحزازيات دي هي يا ولاد زي الريشيا، دي حاجة منبطحة خالص نايمة على الأرض، أو الفيوناريا بتبقى قايمة بس أنا بس صغيرة هنتكلم عليها بعد شوية. في عندنا بقى الشعبة الخامسة وهي الوعائيات. في عندنا فيها 3 طوائف، في طائفة مغطاة البذور، في طائفة معرات البذور، وفي طائفة السرخسية. السرخسيات عندنا زي نبات اسمه كزبرة البئر ونبات اسمه الفوجيل. المعرات زي الصنوبر. المغطاة البذور يا ولاد عندنا فيها تحت طائفة أو بنقول عليها طويقفة، ذات فلقة وذات فلقتين، ودول محتاجين إن احنا نركز مع بعض إزاي نفرق ما بين ذات الفلقة وذات الفلقتين. ذات الفلقتين زي الفول والقطن، وذات الفلقة زي القمح والتمر. احنا كده لما نمشي كده الأول كده شعبة الطحالب دي أبسط، الحزازيات أرقى شوية، الوعائيات أرقى حاجة. طيب أول حاجة نمسك 3 شعب بتاعوت الطحالب اللي بنقول عليهم طحالب راقية. ليه؟ لأن احنا خدنا قبل كده طحالب لكن كان في التركيب أبسط، فالطحالب اللي عندي المرة دي دول الطحالب الراقية. أول حاجة شعبة الطحالب الحمراء دي يا ولاد، الطحالب دايما نلاقيها عند المية. أول ما أجيب سيرة الطحالب يبقى أنا هشوفها عند المية. فدي أعشاب بحرية عبارة عن خيوط متماسكة كده بغلاف زي ما انتم شايفين في الصورة، وعندها حاملات أصباغ حمراء لونها أحمر يا ولاد زي ما انتم شايفين كده اهوت، عشان كده سميناها طحالب الحمراء. ولكن مش معنى كده ان هي ما عندهاش صبغ الكلوروفيل وما بتعملش بناء ضوئي، لا، هي عندها بالإضافة للكلوروفيل في الصبغ الأحمر ماشي، وزي تحلب مين اللي قدامنا في الصورة ده زي تحلب البوليسيفون. طيب بعد كده اهوت عندنا الطحالب البنية برضو أعشاب بحرية، ممكن خيوطها تكون بسيطة أو متفرعة زي برضو ما شايفين في الصورة كده، بتحتوي على حاملات الأصباغ. المرة دي أصباغ إيه؟ أصباغ بنية برضو بالإضافة للأصباغ الخضراء زي ما بين زي تحلب الفيوكس. بعد كده يا ولاد عندنا شعبة الطحالب الخضراء، دي ما عندهمش إلا بقى صبغ واحد بس اللي هو الإيه؟ الكلوروفيل اللي موجود في البلاستيدات الخضراء، فعشان كده سميناهم طحالب خضراء. يعني التانيين دول كان عندهم في صبغ ايه كمان؟ بني هنا، كان في هنا صبغ ايه كمان؟ احمر، لكن هنا ما عندهمش الا الصبغ الاخضر بس. طب عندنا طحلب الكلامي ديموناس اللي عندنا في الاول ده وحيد الخليه. احنا كل الحاجات اللي هندرسها في المملكه النباتيه عديد الخلايا، ولكن عندنا مثال على وحيد الخلايا اللي هو طحلب الكلامي ديموناس دهوت. في عنده بلاستيده شكلها فنجاني زي الفنجانه هي ولا. طيب وعندنا طحلب السبايرو جايرا ده عديد الخلايا، بيتكون من خيوط، شايفين خيط اهو، ولكن الخيوط بتاعته ما فيهاش فروع، يعني هو خيط خيط خيط، يعني زي ما شايفين في الصورة خيط، في مثلا الاقي خيط تاني ده زيه برضه، لكن هل الخيط فيه فروع؟ لا، يبقى الخيوط بتاعته يا ولاد غير متفرعة. في بلاستيدات زي ما انتم شايفين ولكنها حلزونية، عاملة زي الحلزون اهو، البلاستيدة اهي اللي لفه دي كده هي دي البلاستيدة. يبقى عنده بلاستيدة حلزونية، هنا عنده بلاستيدة فنجانية شبه الفنجان اهي، ده وحيد وده عديد الخلايا. يبقى احنا كده اول حاجة الطحالب عندنا 3 انواع، حمراء زي البوليسيفونيا، بنية زي الفيوكس، خضراء زي الكلاميديمونس ده وحيد الخلية وزي السبايروجاير.
بعد كده هوت عندنا شعبة النباتات. تاني حاجة النباتات اللي هنتكلم عليها نباتات بنقول عليها نباتات لا وعائية. يعني ايه ولد نباتات لا وعائية؟ يعني ما فيهاش أنسجة متخصصة تنقل الحاجة اللي هي الخشب واللحاء. يعني احنا فاكرين كنا واخدين نسيج الخشب ونسيج اللحاء، نسيج الخشب بينقل المية ونسيج اللحاء بينقل الغذاء، وكنا بنقول عليهم أنسجة وعائية، اللي هم ما عندهمش الأنسجة دي، عشان كده سميناهم نباتات لا وعائية. ليه؟ لأنها ما بيحتاجوش ولا على نسيج الخشب ولا على نسيج اللحاء. طيب الشعبة بتاعتنا هنا هو شعبة اسمها شعبة ايه؟ الحزازيات. طب دي نباتات أرضية موجودة على سطح الأرض بقى، مش موجودة في المية زي الطحالب. النباتات دي هي تلاقيها في الأماكن الرطبة يا ولاد، والأماكن الظل الرطبة كده هو اللي فيها رطوبة عالية، فبتبتدي تستطيع إن النباتات دي تطلع فيها من غير تدخل الإنسان. الإنسان ما بيجيش يزرعهم ولا حاجة، هما بينموا في الأراضي الإيه الرطبة. هنلاقي نباتات صغيرة يا ولاد لونها أخضر، فيها زي شعيرات صغننة كده تشبه الجذور، اسمها أشباه جذور، بتثبت نفسها وما عندهاش أي أنسجة متخصصة علشان تنقل المية أو تنقل الإيه الغذاء. طب زي اللي عندنا في الصورة كده هوت الأمثلة بتاعتها، يا إما النبات يبقى واقف كده أو قائم يا ولاد زي الفيوناريا، أو ممكن النبات ألاقيه على سطح الأرض كده. يعني أنا ألاقي التربة والنبات مفروش كده على سطح الأرض زي الريشة كده، النبات كده بالشكل دوت يا ولاد، ألاقيه مفروش كده على سطح الأرض زي الريشة، أو يكون قائم كده واقف زي الإيه زي الفيوناريا. دي شعبة الإيه الحزازيات. طب بعد كده هوت عندنا شعبة الوعائيات. الوعائيات ده من اسمها هي عندها أنسجة وعائية متخصصة، اللي هو عندنا نسيج ايه ونسيج ايه يا ولاد؟ عندنا نسيج الخشب ونسيج اللحاء. الخشب هينقل المية والأملاح، واللحاء هينقل الغذاء، كسب منها وعائية. طيب فيها كام طائفة عندنا هنا؟ فيها 3 طوائف، فيها الصرخسيات، فيها معرات البذور او بنقول عليهم الصنوبريات او المخروطيات، وفيهم مغطاة البذور او النباتات الزهرية. اول حاجة الصرخسيات، دي نباتات بسيطة في تركيبها، نباتات عشبية يعني زي اعشاب كده هو، وممكن نلاقي منها في بعضها شجيرات وفي بعضها اشجار، عندها طبعا سيقان واوراق وجذور، ولكن ما عندهمش ازهار. طيب موجودة برضو فين؟ نلاقي في الأماكن اللي برضو فيها رطوبة أو فيها مية قريبة من المية عشان تقدر تحصل، زي مثلا بير، جدار بتاع بير، وديان رطبة كده ظليلة. طيب الأوراق بتاعتها يا ولاد شكلها ريشي زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا كده، يبقى الأوراق شكلها ريشي، ما عندهاش ولا أزهار ولا بذور. أمال هتتكاثر إزاي؟ هتتكاثر ليه جنسيا يا ولاد؟ عن طريق تركيب خاصة موجودة في الأوراق بتاعتها، موجودة فيها الجراثيم. يعني الورقة كده يا ولاد لما نقلبها على السطح السفلي بتاعها، الورقة كده دي أجيبها وأروح قلبها، هلاقي كده في حاجات كده موجودة على السطح السفلي، عندها تراكيب كده هوت يا ولاد موجودة في السطح السفلي. التراكيب دي هي دي اللي موجود فيها الجراثيم، فهي بتتكاثر عن طريق الجراثيم، فهي بتتكاثر لا جنسيا عن طريق الجراثيم. الجراثيم تنتشر وتطلع النبات يطلع تاني. هل الانسان بيتدخل في زراعته او حاجه؟ لا. انا زي الفجير وكزبره البقر، كزبره البقر ده نبات بلاقيه جنب الابار، ينمو بجوار الايه بجوار الابار. يبقى احنا عندنا دلوقتي هنلاقي الصرخسيات اوراقها ريشيه عامله زي الريشه، ما عندهاش ولا ازهار ولا بذور، تتكاثر لا جنسيا عن طريق الجراثيم. موجوده فين الجراثيم؟ موجوده على السطح السفلي بتاع الاوراق. المثال اللي عندنا نبات الفجير ونبات كزبرة البيت. طيب معرات البذور، طائفة بقى معرات البذور أو بنقول عليها المخروطيات. المخروطيات دي هي معظمهم أشجار وفي منهم شجيرات، عندهم الأوراق بتاعتهم يا ولاد إبرية عاملة زي الإبر، شايفين الورقة كده شكل الإبرة، ما عندهمش أزهار برضو يا ولاد، ولكن عندهم مخاريط زي ما احنا شايفين في الصورة، في مخاريط مذكرة ومخاريط مؤنث. على المخاريط دي يا ولاد اللي بيتكون البذور، شايفين الحاجات اللي على المخروط من بره دي البذور. طب البذور كده هي مش متغطية مش مغلفة بحاجة، هي موجودة على المخروط من بره،
فعلشان كده هو بنقول عليهم مهرات البذور، عشان ان هم البذور بتاعتهم مش متغطيه بحاجه، هي موجوده على المخروط من الخارج، عشان كده اسمهم مهرات البذور. زي نبات ايه يا ولاد؟ زي نبات الصنوبر. الصنوبر اللي هو شجره الصنوبر اللي هم بيستخدموها في اعياد الميلاد، هي ديت من النوع ايه، طائفه ايه، مهرات البذور، اللي هم الايه اللي بيميزهم. هم بيتكسروا بالبذور، ولكن البذور بتاعتهم موجودة على مخاريط، ما عندهمش ثمرة موجودة فيها البذر. هنا بيتكاثر السرخاصيات عن طريق الجراثيم. نيجي بقى لمغطاة البذور، أو بنقول عليهم النباتات الزهرية، من اسمهم كده هم بقى عندهم أزهار. يبقى النباتات دي عندهم سيقان وأوراق وجذور، وبالإضافة إن عندهم أزهار. إيه اللي بيحصل للأزهار يا ولاد؟ الأزهار بيبقى فيها أعضاء التأنيث وأعضاء التسكير، فالأزهار يا ولاد بتبتدي يحصل، لما يحصل التكاثر الجنسي تبتدي تكون لي الثمرة، وجوه الثمرة بتوجد البذرة. يعني زي مثلا زي ثمرة الخوخ اللي قدامنا دي، ادي دي الثمرة جواها البذرة اهي. مثلا البلح الثمرة اهي جواها البذرة، المانجا، اي حاجة اي ثمرة تتكون بتبقى داخلها البذرة، فعشان كده سميناها مغطاة البذور. طب مغطاة البذور دي هنقسمها لنوعين، ذات فلقة وذات ايه، وذات فلقتين. يبقى هنقسمهم لايه، لنوعين، ذات فلقه وذات فلقتين. نقدر نفرق ما بين ذات فلقه وذات فلقتين في حاجات كتيره قوي يا اولاد. احنا دلوقتي طائفه مغطاه البذور او طائفه النباتات الزهريه قسمتها لتحت طائفه او طائفه ذوات الفلقه وذوات الفلقتين. هنبدا من اول البذره. احنا نقدر نعرفها لو انا جبت بذره وليت البذره جزء واحد، يبقى دي ذات فلقه. زي ايه ولا زي الذره، هاتوا بذر الذرة كده تلو حتة واحدة، أقدر أقسمها لحتتين؟ لأ، يبقى دي ذات فلق. نيجي نجيب الفول بقى. الفول لما نشيل الغلاف البني اللي عليه من بره كده، هتلاقوه من جوه، افتحوا الغلاف البني وشيلوه كده، هتلاقوا من جوه البذرة فلقتين. الترمسية لو أنا باكل ترمس وفتحت الغلاف اللي من بره ده، هلاقيه من جوه جزئين، يبقى ده ذوات فلقة وده ذات فلقتين. نيجي نبص على الأوراق بتاعتهم. الأوراق بتاعتهم بنلاقيها طويلة ورفيعة كده بالنسبة في حالة ذات الفلقة، وبنلاقي التعرق متوازي. يعني ايه التعرق متوازي؟ العروق اللي جوه كده اهوت، خطوط متوازية كده يا ولاد. طيب هنا اهوت الأوراق هنلاقي عندها تعرق شبكي. الورقة ممكن تبقى بالشكل ده، ممكن تبقى بالشكل ده كده يا ولاد. نبص على التعرق عامل ازاي، الشبكة من جوه. يبقى هنا العروق كانت متوازية، لكن هنا العروق عاملة زي الايه، زي الشبكة. يبقى لما الاقي ورقة نبات شكلها كده او شكلها كده، اعرف ان هو ذات الفلقتين. طب الايه طويله كده ورفيعه، اعرف انه يبقى انا اقدر اعرف ذات الفلقه والفلقتين من البذره، من الورقه. طب من الزهره بقى، الزهره بنلاقيها ان هي ذات محيطات زهريه ثلاثيه ومضاعفاتها. يعني ايه ثلاثيه ومضاعفاتها؟ يعني ما عد ورق الزهره الاقي ثلاث ورقات او المضاعفات بتاعتها. فمثلا هنا اهو تعد الورق، واحد اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه خمسه سته، يبقى سته اللي هو مضاعفات ثلاثه. طيب هنا هو بالنسبة لذات الفلقتين، المحيطات يا إما رباعية أو خماسية، يعني يا إما فيها أربع أوراق أو خمس أوراق والمضاعفات بتاعتها. لو عدينا هنا هو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، 8 ورقات، يعني إيه مضاعفات أربعة. يبقى هنا هو تلاقي إن المحيطات الزهرية يا إما رباعية أو خماسية مضاعفاتها. هنا يبقى أنا لو جبت زهرة منه عندهم وبدأت أعد الأوراق، لو لقيت الورق مثلا 3 ومضاعفاتها تبقى دي ذات فلقة. لا والله لقيتها 4 أو 5 ومضاعفات أو مضاعفاتها، يبقى دي ذات الإيه، ذات الفلقتين. طب بالنسبة للساق، لو جينا خدنا قطاع في الساق يا ولاد، قطعنا الساق كده وبدأنا نفحصه تحت الميكروسكوب، هنلاقي إن عندهم الحزم الوعائية مبعثرة. شايفين الحزم الوعائية مش مترتبة، مبعثرة كده داخل الساق. طب لكن هنا بقى لا، هنلاقي الحزم الوعائية مترتبة عاملة لي الشكل الدائري ده، الحلقة دي هي الداخل، يعني شايفين مش مبعثرة زي دول، لا الحزمة الوعائية مترتبة في شكل ايه، في شكل حلقة يا ولاد داخل الايه، داخل الساق. طيب نيجي نبص هنا على الجذور، هنلاقيها ليفي. يعني ايه ليفي يا ولاد؟ يعني الجذور كلها عاملة زي نظام شعر، شعر شعر، مفيش جذر اساسي وطالع حواليه الجذور السنوية، لا كلهم طالعين كده اهوت يا ولاد. ده مثلا زي بتشوفوه في ايه، مثلا في البصل، لو احنا زرعنا بصل ولا حاجه تلاقوا الجذور طالعه كده، طالعه زي شعر كتير كده، ديت بنقول عليها ليفيه. طب وتدية بقى؟ لا، في جذر اساسي
وطالع منه الجذور الفرعية دي، الدوت اللي بنقول عليه ايه، بنقول عليها وتأدية. يبقى انا عندي جذر اساسي وطالع منه الجذور الثانوية، زي مثلا زي الجزرة كده يا اولاد، ادي الجزرة اهي وبيبقى طالع منها شعر كده جانبي، فدي بنقول عليها وتدية، عاملة شكل الوتد. طيب ايه الامثلة اللي عندنا؟ عندنا امثلة كتير قوي على ذوات الفلق الواحدة. زي ما قلت لكم، لو جاب لي صورة اي حاجة من دول اقدر، يعني لو جاب لي شكل الورقة، شكل الزهرة، اقدر اعرف منها هي ذات فلق او ذات فلق كده. فعندنا مثلا القمح، لما تبصوا على القمحية حتة واحدة، الذرة نفس الطريقة. البصل نقدر نعرفه من الورق بتاعه برضه، الورق بصل طويل كده اهوت نفس الشكل ده اهوت. وبرضه الجزر بنلاقيه ليفي. الموز، الموز لو بصينا برضه على الورقة بتاعته بنلاقي ورقته طويلة كده اهوت يا ولاد. الصبار، النخيل، الزنبق. طيب ذوات الفلقتين بقى زي البسلة، زي الفول، زي القطن، زي الورد، زي البرتقال، كل دول عندنا ذوات فلقتين. شوف البرتقالة الورقة اهي، ممكن اعرفها حتى من غير ما افتحها، من شكل الايه، من شكل الورقة. خلاص يبقى دول ذوات الفلقة وذوات الفلقتين، نقدر نفرق ما بينهم زي ما اتفقنا من كذا حاجة، من البذرة، من الأوراق، من الأزهار، من الساق، من الجذور، من ال يبقى هنا اهوت عندنا قلنا زي القمح والذرة والبصل والموز والصبار والنخيل. النخيل برضو لو بصينا على البلح هنلاقي النواة بتاعته ذوات فلق واحدة. الزنبق هنا اهوت عندنا زي البسلة، زي الفول، زي القطن، الورد، ورد البلدي، البرتقال. طيب قبل ما نبدأ أسئلة كده، احنا خلصنا مملكة النبات وخلصنا مملكة الفطريات، حد حابب يسأل على أي حاجة يا ولاد؟ حابين نسأل على أي حاجة؟ طيب نبدأ نحل أسئلة كده، وشاركوني في الإيه، في الحل بتاع الأسئلة. أول سؤال عندنا، الصورة اللي قدامنا طبعا ده النبات، نبات الصبار. ايه اللي ايه خواص مملكة النبات يا ولاد؟ بص كده، ايه الصح هنا بالنسبة لخواص مملكة النبات؟ هل الكائنات الحية حقيقية النواة متعددة الخلايا وغير ذاتية التغذية، ولا الكائنات الحية بدائية النواة متعددة الخلايا وذاتية التغذية، ولا الكائنات الحية بتاعت مملكة النبات دي بدائية النواة ومتعددة الخلايا وغير ذاتية التغذية، ولا الكائنات الحية حقيقية النواة ومتعددة الخلايا وذاتية التغذية؟ ايه اللي بيميز المملكة النباتية يا ولاد؟ ايه اللي بيميز المملكة النباتية؟ ايه الإجابة الصح؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا د؟ ايه اللي بيميز المملكة النباتية؟ هم ذاتيين ولا غير ذاتيين؟ لا ذاتيين. هم النواة بتاعتهم بدائية ولا نواة حقيقية؟ لا النواة عندنا حقيقية. هم عديد الخلايا ولا وحيد الخلايا؟ لا قلنا يعني احنا ما لقيناش، بس لا تحلب مثلا الكلام دي مونس بس هو، لا برافو يا توماس، فعلا هتلاقي الإجابة يا ولاد هتبقى دان، ان هم حقيقي النواة متعددي الخلايا وذاتي التغذية. طيب نشوف السؤال اللي بعده، يقول لي ايه القائمة اللي قدامنا دي يا ولاد؟ جايبالنا الثلاث شعب بتاعة الفطريات، التزوجية والزوجية والبازيتية. عثروا على كائن حي عنده الخيوط الفطرية مقسمة، عنده جراثيم، الجراثيم ديت موجودة في تركيب صولجاني الشكل، يعني الجراثيم موجودة في تركيب صولجاني كده عامل زي الصولجان. فتتوقعوا ان الفطر ده هيبقى تبع انهي شعبة، الزقية ولا التزاوجية ولا البازيدية؟ يبقى ان الخيوط بتاعته مقسمة وعنده جراثيم جوه تركيب صولجاني، يبقى تبع ايه يا ولاد؟ ها الف ولا باء ولا جيم؟ ايه رأيكم؟ لما انا لقيت الجراثيم في تركيب صولجاني والخيوط عنده مقسمة، يبقى دوت تبع شعبة ايه؟ تمام برافو يا توماس، ده يبقى يا ولاد تبع شعبة الايه؟ الفطريات البازيدية. طيب نشوف السؤال اللي بعده،
بيقول لي اي العبارات الاتيه لا تنطبق على مملكه الفطريات. يعني بصوا، يعني في عبارات صح، في عباره مش صح بالنسبه لمملكه الفطريات. يمكن للكائنات التي تنتمي الى مملكه الفطريات ان تكون وحيده الخلايا ومتعدده. يمكن للكائنات التي تنتمي الى مملكه الفطريات ان تنتج جراثيم جنسيا او لا جنسيا. يمكن للكائنات التي تنتمي الى مملكه الفطريات ان تقوم بعمليه البناء الضوئي لانتاج غذائها. في جملتين صح وفي جمله لا. طبعا الجمله دي مش صح بالنسبه لمملكه الفطريات. ايه بقى اللي عندنا مش صح بالنسبه لمملكه الفطريات يا اولاد؟ ايه رايكم، الف ولا باء ولا جيم؟ ايه اللي مش صح عندي بالنسبه لمملكه الفطريات؟ ممكن تكون وحيده وممكن تكون ممكن ان هي تنتج جراثيم وتتكسر جنسي او لا. لكن طبعا ما ينفعش ان هي تكون ذاتيه، اتفقنا ان ما عندهاش بلاستيدات خضراء. فهي طبعا ايه يا اولاد، رقم ج، هي ما عندهاش بلاستيدات خضراء، فما بتعملش بناء ضوئي ولا بتنتج غذائها بنفسها. نشوف السؤال اللي بعده، وعايزين بقى نشوف احنا قدرنا بقى فعلا نفرق ما بين ذوات الفلقه وذوات الفلقتين ولا لا. انا دلوقتي يا اولاد في الشكل كده جبت حاجات، اجزاء من نبات، الجذر بتاعه اهو والورقه بتاعته. اما اشوف النبات ده هل هو ذو فلقه واحده ولا ذو فلقتين؟ شايفين الجذر فيه حته اساسيه اهي كده، اهي ايه طلع منها الجذور التانية ماشي. وهنا اما اجي اشوف الورقه الاقي التعرج بتاعها شبكه، عامله زي الشبكه، يبقى دي تبع ذات ايه، الفلقه ولا ذات الفلقتين؟ الف ولا باء؟ اما يجي لي رسمه زي كده ويسالني النبات ده هو ذوات فلقه ولا ذوات فلقتين يا ولاد، ها مين اللي كان عندنا شكل الجذر كده، جذر اساسي وطلع منه فروع اللي هو بيبقى بنقول عليه وتدي، نفس الوقت الورقه بتبقى التعرق شبكي، هتبقى طبعا ذوات ايه يا ولاد، ذوات الفلقتين اللي هو ثنائي الفلق. طيب يقولوا عثر على نبات، النبات ده هو ما عندوش انسجه وعائيه، يعني ما عندوش ولا خشب ولا لحاء، وعايش في منطقه ظل مضلله رطبه في الغابه. تتوقعوا ان هو يكون بينتمي لايه؟ الوعائيات، الحزازيات، الطحالب الحمراء، الطحالب البنيه. اولا هو يقول في منطقه مظلله، يعني في على يعني في تربه، يعني نبات ارضي وليس مائي، فانا كده هستبعد الطحالب. تمام، يبقى فاضل لي هو ممكن يكون يا وعائيات يا حزازيات. طب خد بالنا، هو بيقول ما عندوش انسجه وعائيه، يبقى هو ده تبع ايه؟ يعني هو ما عندوش أنسجة وعائية، يبقى هو ما عندوش، يبقى ده تبع ايه، تبع شعبة الايه، الحزازية. هو رقم ايه، رقم ب. نشوف السؤال اللي بعده. طيب الشكل فين ده هو جايب لي الخواص الأساسية بتاعة الشعب بتاعة المملكة الفطريات، اللي هما التلات شعب اللي هما الزقية والتزوجية والبازدية. فمثلا مشتركين مع بعض يا ولاد ان هم حقيقي النواه، غير ذات التغذيه، جدارهم فيه ماده الكايتين. طيب ايه الخاصيه الثانيه كمان المشتركه، يعني ايه الخاصيه اللي زودها هنا يا ولاد؟ هي مشتركه في الثلاث شعب بتاعه الفطريات. هل ان هم احتواء السيتوبلازم على البلاستيدات، ان هم طفيليين كلهم طفيليين، ان الغشاء الخلوي فيه ماده البيبتيدو جلايكان، ان هي غير قادرة على الحركة، ان هي قادرة على الحركة. ايه الصفة اللي بتجمعهم كلهم واحطها في النص هنا؟ ايه رأيكم، الف ولا باء ولا جيم ولا دال ولا هاء؟ ايه الصفة المشتركة في جميع الفطريات؟ هل هي عندهم بلاستيدات؟ لا، ما عندهمش بلاستيدات. هم متطفلين كلهم؟ لا، ما اتفقنا ان في متطفل وفي مترمم، فمينفعش ان انا المتطفل ده افرضه عليهم. الغشاء الخلوي قلنا فيه بيبتوجلايكين؟ لا. طيب هي قادرة بقى على الحركة ولا غير قادرة على الحركة؟ مش احنا اتفقنا ان جميع الفطريات غير قادرة على الحركة يا ولاد؟ فيبقى هتبقى ايه يا ولاد، هتبقى دي كلهم غير قادرين على الحركة. طيب الكائنات اللي بتنتمي لمملكة النبات، كائنات ذاتية التغذية، اي العبارات الاتيه تفسر كده؟ يعني ايه ذات التغذيه يا ولاد؟ هل ذات التغذيه ده يعني بتنمو في بيئات خاليه من المغذيات
ولذات التغذية ديت يعني ان هو بيقدر ينتج غذائه بنفسه من مواد غير عضوية، ولذات التغذية دي يعني كائنات تقدر تحصل على الغذاء من خلال ان هي تستهلك كائنات حية اخرى. ها يعني ايه ذات التغذية يا ولاد؟ يعني ايه لما اقول ده كائن ذات التغذية؟ يعني ايه ذات التغذية؟ ألف ولا باء ولا جيم؟ لما أقول على أي كائن ده كائن ذات التغذية، يعني إيه ذات التغذية؟ عدي علينا كده، عدي علينا ذات التغذية، فإحنا عايزين نفهمها يعني إيه ذات التغذية، وهناخدها بالتفصيل إن شاء الله السنة الجاية. لما يقول لي على أي كائن يا أولاد ذات التغذية، يعني إن هو يستطيع صنع غذائه بنفسه، ياخد مواد بسيطة غير عضوية ويقدر يصنع غذائه بنفسه. زي مثلا نلاقي النبات، إزاي النبات ذات التغذية؟ مش النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون وبياخد الميه وهي مواد بسيطه غير عضويه ويقدر يصنع منها الغذاء بتاعه المواد الكربوهيدراتيه. فيعني ايه ذات التغذيه؟ يعني بتمكن انتاجها غذائها باستخدام مواد ايه؟ غير عضويه. يبقى اي كائن يقدر يصنع غذائه بنفسه، ما تديلوش الغذاء، هو بيقدر يصنعه بنفسه، ده بنقول عليه ايه؟ ذات التغذيه. يكون الغزل الفطري عباره عن ايه يا ولاد؟ احنا جبنا سيرة الغزل الفطري كده في اول كلامنا على الفطريات. هل دوت الحوافز الجرثومية اللي موجودة في معظم الفطريات الوحيدة الخلية؟ هل هو ده تركيب رئيسي لحمل الجراثيم في الفطريات البازيدية؟ هل هو عبارة عن الاكياس الجرثومية اللي بينتج الجراثيم في افراد الفطريات الزقية، ولا هو كتلة من الخيوط الفطرية في كل الفطريات متعددة الخلايا؟ ها الغزل الفطري الكلمة دي احنا قلناها في الاول خالص، ده عبارة عن ايه يا ترى؟ ألف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ يعني ايه غزل فطري؟ لما اشوف كلمة غزل فطري كده ايه المقصود بيها؟ غزل فطري يا ولاد دوت زي ما اتفقنا ان احنا قلنا ان عندهم عديد الخلايا، عديد الخلايا دول بيبقى عندهم خيوط اسمها الهيفات، والهيفات ديت بتكون الغزل الفطري. يبقى هتبقى ايه يا ولاد؟ هتبقى دال. يبقى دي كتلة من الخيوط يا ولاد الفطرية، هي دي اسمها الايه؟ الغزل الفطري. لازم نلاقي عبارة عن خيوط بالنسبة لعديدة الخلايا فيهم. طيب أي من الآتي يمثل السرد الصحيح للشعب بتاعة الفطريات؟ ها ده في لحميات وهدويات وصوتيات؟ لا ده كان فين يا ولاد؟ كان في اللحميات والهدويات والصوتيات، ده هو كان في أوليات الحيوانية اللي كانت في الطلائعيات، فطريات تزاوجية وزقية وبازيدية، ديدان حلقية وديدان اسطوانية وديدان مفلطحة، لسه ما خدناش الديدان دي ان شاء الله في مملكة الحيوان، طحالب حمراء وخضراء ووعائية، لا برضو ده لسه ده في مملكة النبات. مين الصح بقى كده؟ هو طبعا بالنسبة عندنا هنلاقي ان هي في فطريات تزاوجية وفي فطريات زقية وفي فطريات بازيدية. طبعا هو اصلا غششكو كده اصلا كلمة الفطريات دي هي. يعني لو هو كان كتب تزاوجية وزقية وبازيدية كان هيبقى افضل، لانه طبعا كده انا بسأل على الفطريات فهي الوحيده يعني اللي فيها فطريات. نشوف السؤال اللي بعده. اي الكائنات الاتيه يا اولاد لا يصنف تبع مملكه النبات؟ احنا خدنا امثله على مملكه النبات، بصوا كده مين مش من تبع مملكه النبات؟ الخميره، المخروط، السرخس، الحزاز. احنا طبعا كده جايبين اسمائهم بالمفرد، يعني حاجات كنا احيانا بنقول اسمائهم جمع، لا ده هنا مفرد. مين فيهم؟ ها مين هنا هو دوت مش تبع مملكة النبات، ده تبع مملكة تانية؟ ها المخروطيات، اللي هو المخروط ده تبع المخروطيات اللي هو زي الصنوبر، الصراخسيات ده تبع برضو النبات، الحزازيات. الخميرة يا ولاد، الخميرة مش احنا خدناها ان هي تبع مملكة الفطريات، تبع الفطريات الزقية اللي هي وحدة الخلايا. احنا كده هو سيبقى عندنا ايه؟ عندنا الخميرة. احنا النهاردة خلصنا كده يا ولاد مملكتين، خلصنا مملكة الفطريات وخلصنا المملكة النباتية، فاضل لنا ان شاء الله المملكة الحيوانية. المملكة الحيوانية اكبر الممالك وارقى الممالك، عشان كده ان شاء الله لما هناخدها على ايه؟ هناخدها على مرتين مش على مرة واحدة. عندنا الرابط ده يا ولاد نقدر نصوره بالتطبيق بتاع الكيو ار كود وناخده نخش على الرابط بتاع الاختبار ده على مملكة الفطريات، او عندنا الرابط فوق نقدر ننقله وندخل عليه، وبرده هنلاقي عندنا الرابط موجود عندنا في الشات. سعدت بيكم وان شاء الله على اللقاء المرة الجاية يوم الاثنين القادم ان شاء الله.
مع تحياتي صاحب عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.